السلطان فاق بالحيلة وتنبه الخبث الوزير رماه في السجن وعين المهرج نتاعو وزير وقايد الجيوش. مهرج وقايد الجيوش؟ نعم. اتصور يا مولاي من ذاك النهار ما بقى لا حرب لا خبث ولا نميمة. المملكة رجعت تضحك، ترقد تضحك وتنوض تضحك. الناس نسات كامل همومها، نسات الجوع والفقر، حتى الوزير. حتى الوزير يا مولاي هبل في السجن ورجع هو تاني يضحك. يضحك. كلامك هذا يا ابن سيب المعاني. قاصد شخص ماهوش بعيدة. قولي. الله غالب يا بابا. وزيرك هذاك نكرهو مسمن وعيني حرش. سيدي الحاكم، جانا مرسول من عند حاكم الروم حامل معاه رسالة سيادتك. حاكم الروم؟ قولوا تفضل. أهلا وسهلا، مرحبا بك في ديارنا. تفضل اشرح لي مهمتك. سيدي الحاكم، جئتك رسولا من عند حاكم الرومان حاملا الرسالة، وقد طلب مني أن أسلمها لك شخصيا. تفضل. هذا غير معقول، محال نقبل هذا الاستفزاز. المنطقة والبلاد هذه ما هيش تحت سيطرة حاكم الروم، محال نسمح له يمس سيادة سكان هذا البلاد مهما كان. كل شبر بتاع هذا الأرض الطيبة ملكنا. روح خبر حاكم الروم بهذا الرد. سيدي الحاكم، يبدو أنكم لم تسمعوا بالمعاهدة التي عقدناها مع الأميرة، والتي تنازلت بموجبها عن جزء من أراضيها لصالح الإمبراطورية. أسمع يا مرسول، روح خبر حاكم الروم بلي الأرض والمنطقة هذه ما هيش تحت تصرف المملكة، وهذا يلغي المعاهدة. فهمت؟ ونرفض تماما اعتراف بهذا الشيء. يجب علي أن أخبر سيادتكم بأن جيوش الرومان هي في طريقها إلى هذه المدينة. 10,000 جندي من خيرة مقاتلي الإمبراطورية مدربين على الحرب والقتال، وأية مقاومة تعتبر خيانة. أما إذا دخلت جيوشنا دون ما قتال، فحاكم الروم يعدك بأن تبقى الحاكم على المدينة. محال. استعمار، هذه حرب مزيفة، عمري ما استسلم. إيه ده أسعب، اجمع لي الديوان في الحين. أمرك سيد. وش نقول لك، هو عشرات الألف الجندي. وش نقول لك يا الجندي قد وعلاش احنا واش درنا لهم احنا يا رجل؟ راني قاعد نقول لك هذه معاهده دارتها الاميره مع حاكم الروم. على بالي ان يسحقونا سحقه، يعني بعدي ما نقول لك والله يسحقونا كذبق. انا سامحني نلمق قشيشاتي ونمشي. اسمع، وين رايح؟ وين تهرب؟ قول لي شنو شكون هذه الاميره؟ شكون؟ كيف نقول لك انا شكون؟ وانا على بالي قالوا مراه، قلت مراه. يو بصح واش من مراه؟ انا سيبني نروح يا رجل. سيبني استنى. وش قال الحاكم؟
في بالك انت يسمح البلاد هكذا بسهوله؟ يا رجل راهم يقولوا 10,000 جندي، وش يقدر يدير الحاكم؟ هو لازم لها الهربه. الهربه غير هذه ما نديرهاش، وما تجيش تعاود لي هذه الهضره عيسى. الهربه تتسمى خيانه يا رجال. ايه؟ محانس محافظ البلاد العدو، لازم نلقاو حل. لازم حيله. ايه يا صحه عنده الحق. هيا قدام ياك. ما نظنش يقدر على المواجهه، وحكمنا راس خشين وما يستسلمش بسهوله. من الافضل له ان يستسلم ويجنب هذه المدينة وسكانها حربا ليسوا بقادرين عليها، ويفقد بها منصبه كحاكم. أنا نقدر نأثر عليه، نقدر نأثر عليه وفهمه، ولكن يا مرسول خبر حاكمكم اللي حاكمنا إنسان عنيد ورسو خشين وما يتمنش، وفي هذه الحالة لازم لكم حاكم آخر. فكروا مليح يا مرسول، خبر حاكم الروم اللي إذا رضيتوا بي أنا نفتح لكم أبواب المدينة. لو كان جيت أنا حاكم تدخلوا بلا معاهدة. يا أهل المدينة، يا حضار، يا ناس، يا سكان، الحاكم راهو يقول لكم ويخبركم بهذا الخبر الشين، جيوش الرومان راهم على المدينة هاجمين. يا أهل الشرف، يا أهل الشرف الشجعان، يا رجالنا الفرسان، انضموا للصف وهبطوا للميدان، اندافعوا اندافعوا عن عرضنا وعرضنا بإذن الله، ونردوا العدو بالحق والبرهان. يا أهل المدينة، ما لمقت غير الهربة، أنا الليلة نهز قرشي ونرحم. أويلي أويلي فلست، وش ندير أنا درك؟ وش وين نروح؟ وين نروح؟ وين تروح؟ ولو كانت تدخل بالقافلة نتاع كوست الجيوش، وما على بالكش حتى ملي راهم جايين من الرومان. هم جايين من؟ من؟ ماهوش من؟ أحبس، عندي فكرة. أنا اللي خذيت القرار يا سيد الحاكم، محال أنك تستسلم، محال. نعرفك يا سيد الحاكم، نعرفك ونعرف حبك لهذا الوطن وناسه، لكن ما بقاش الوقت، ما بقاش. أنا مانيش موافق يا وزير، الناس هاد المدينة ما همش مدربين على الحرب وما يتقنوش فنون القتال. ما تتحيرش، ما تتحيرش يا سيد الحاكم، ندربوهم بالشي اللي كان وربي يصلح الأمور إن شاء الله. إن شاء الله. جا النهار اللي نبلغ فيه مرادي وتتحقق أحلامي، هذا الكرسي يصبح ملكي، يصبح من حقي. شحال هذا وين عم ترجع فيك؟ خيب ترجع ليا وانا ليك. ربي وين حبيتي نروح؟ وين حبيتي نروح؟ ها والارض والاهل والعرض هادو كم نص عليهم ربي ونبي. ارض الله واسعه يا شحا، نروحوا وين جات؟ احنا في هذه المدينه ما عندنا لا ارض لا ملك، فهمت؟ والعرض خذوا معاك، وشي هو فوتوا على ما نزوها في طريقنا ونروحوا. واش نسيت؟ امك يا ولو كان نعرف الرومان يجيو يعلبوني بالساحه بين راي امك. صار هكذا صحة. شي هذا؟ يا نهلي الشيطان، اخرج ارواح زراب. وش كان سيدي؟ وين نروح؟ انت مهبول، انا ما نبقاش هنا، نروح. حبيت الجيوش يجينا ويخربها على راسنا. هيا خلاص. لا نضربك نقسمك على زوج. هيا الدار، الدار اللي نطيح ركبة. لا لا ما والله. لا لا يا راجل اللي انت عارف ما نروحش، يجيو على ارواح مانيش رايح. لا لا ما تروحش. والله ما رحتها رجلي على رجلي. يا الله يا راجل ارجع ارجعيلي. قلت ما نروحش ما نروحش. يا وحدي يا وحدي، وين نهرب؟ وين نهرب؟ وين نتخبى؟ وين نهرب؟ وش بيك؟ وش بيك يا راجل تهدن؟ يا والخوف من ربي يا اخي، هذو عباد كيفنا كيفهم؟ وش بيك؟ عباده يا
لا هادو ما مش عباد، يا دور هابن راهو الوعد بيهم قد 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 دار. لا لا راهو قد 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 النخلة. لا لا راهو قد 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 يا واش راهو قد ما قد. موش هكذا، شوف يزم تحكم السيف هذا بكل قوة نتاعك، سمعت؟ ومنا من المقبض باش تقدر تحمي نفسك. شوف تراش يلا ها 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 ها، هذه هي التاريخ. يلا يلا يا الحواس يلا هزك يا شحا، زيد له لازم تغلبوا يا شحا. هزك ايه واش بك يا مرا حبيتي تخلي لي داري؟ يلا يا الحواس اسمع يا راجل، يو كاش ما دير له غير ندير فيكم حالة. يا جارتي يا جارتي لازم تفهمي باللي لازم نحفزوهم ونشجعوهم على القتال. اضرب الحواس يلا يا الحواس اضرب يا الحواس يلا يا شحا. ما تنتظرش العدو يكون معك متساهل، ما تنتظرش منه بهذه الطريقة، ما تقدروش نحميو بلادنا. هيا بارز لي الحواس فضلا زيدني تهمك. يروح يروح بارز لي على ركارب يروح. أهلا أهلا مرحبا 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 مرحبا. تفضلوا السلعة راهي قدامكم، هزوا خيروا. أصبع الطفل خرج لهم السلعة يشوفوها. راكم ضيافنا. نعم ضيافنا، وإحنا ميزتنا إكرام الضيف. أنا ثاني راني بسلعتي، خيروا واش يعجبكم من عندنا نهدي لكم واش تحبوا. تفضلوا ما أحلى لحم الخرفان شوي على الشمر. واللي عنده مشكل مع حبيبته رانا هنا، أحسن حولي تهديها يا سيدي، مصنوعة من الذهب الخالص. تفضل تفضل شوف، ما تبخلش روحك يا سيدي. ذهب بس كنت علينا وما وين يعرفوا السلام. أهلا وسهلا أهل المدينة. نعم. التجار الناس كرماء جدا. يقول ما نقدروش نواجهوا جيوش العدو الناس بسطة كما هادو. هذا قرار الحاكم، مانيش عارف واش ندير. خليني نروح شوف معك الحاكم. يلا واش يديروا الرومان عند التجار؟ الله أعلم يا قايد الأسهل، الله أعلم. صح المثل يقول اللي فيه نقة ما يتنقى. مرحبا بك سيد القايد الأسهل. أهلا أهلا ناس المدينة، التجار
ناس كرماء جدا. يا سيدي ما هذا إلا واجب. أنا نقول الواجب راه يستنى فيكم في ساحة التدريب يا تجار. ساحة التدريب؟ الظاهر أنك فارس شجاع وتقدر قيمة التضحية. هذا جحا أقل شيء اللي يكسبه هو كرامته. تشرفنا. ظروفنا جيكم ما تسمحناش باش نستقبلكم كما يحب الواجب. نعتذر، الحكم راه يستنى فينا. يلا يا جحا. اتهردت وجه الهم نتاع جحا مازال غير ورانا بالمصايب. اسمعوا، لازم نروحوا لساحة التدريب وكون يسمع الحاكم ما دريتش. ايه صح، هيا نروحوا ندربوا ولو بالكذب. روح روح يلا يلا يلا. لكن يا جحا هذا يتسمى استسلام للعدو؟ محال يوقع، محال. بل انتم سكان المدينه ترفضوه؟ بالعكس، الواقع يطلب منا باش نستعملوا نوع اخر من السلاح. مواجهه جيوش الروم في هذا الوقت يتسمى انتحار. بقنا غير الحكمه والحيله باش نقدروا نمنعوا مدينتنا. واش من خطه تختار علينا يا جحا؟ اذا عندك فكره قول. معلوم يا سيد الحاكم، مادام حاكم الروم مضى على معاهده مع الاميره تنازلت فيها على مدينتنا، والحل يكمل هنا. كما جانا مرسول من الروم نبعثوا لها مرسول الاميره حاول يقنع، حاول فهمها ويلغي المعاهده السابقه بمعاهده جديده. رايت من شعبنا يتقوى يتصلب ويقدر يواجه ويصد العدو في اي لحظه. هاد الشيء صعيب، يطلب وقت وحيله ومرونه في الكلام. وحنا واش رانا خاسرين يا سيد الحاكم؟ اللي خاطنا نطيحه مركب، نجربوا كل الحلول قبل حل المواجهه. شكون اللي قادر يقوم بهذه المهمه؟ سيد الحاكم، الفكره مليحه، ولكن المشكل يكمن في المرسول اللي حين نبعثوه. وما نظنش يا سيد الحاكم اللي يملك القدره والرزانه والحكمه باش يقنع الملكه. وما بقى لنا غير حل المواجهه. الوحيد اللي قادر يقوم بهذه المهمه الصعبه هو جحا. الفكره فكرتك، انت اللي تنفذها. لكن يا سيدي هذا امر يا جحا، اما المدينه الكل متعلق بك. وجد روحك للسفر. انا نظن يا سيدي هذا قرار صواب، بعد ما تلاحظ وتشوف بعينيك كيف حاله التدريبات. يلا يا جحا، نفذ قرار الحكم. وكما قلت انت، اللي يخاف من الطيحات عمره ولا يركب. يلا. إيه راني راكب. إيه راني رايح. جوه الهم مليح لي يربطهم في الشمس حتى يذوبوا في وسط هذاك الحديد وهذاك الجلد. ما يحشموش لابسي لهذيك اللبسة. اشخب يا من الرومان ولا انا؟ واش فيك هذا؟ يا راح ديرها صح حتى ولا بالعقل. اي بالك بالك بالك، رايح الروم على رجليا. يا هربك يا ها ها. انت كيف تحارب الرومان؟ كيف تدير حارب الرومان؟ انت قرب تعمى في الزوج. اسمع اسمع يسنى 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 يسنى. انت تحارب هكا هذا ماشي سكين هذا. يا اذا تعفرت هذا انت منين جبتهم هذو؟ يا وهذا هو السيف، لازم يكون كيما هك. انت تحارب الرومان بميزة والله. بالك بالك بالك، لوك نقسمو على زوج. يا ابوي تازي 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 تازي
العقل يا العقل اروح انا هذا ما قدرتش نهزو انا مرحبا بسيد الحاكم اهلا وسهلا بك كما راك تشوف يا سيد الحاكم رانا واجدين واللي يقرب للمدينه والله يا سيد الحاكم ياي والله 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 سبحان الله يا جماعه رجاله والله بطلنا اليوم رانا قررنا باش نرسلو جحا عند الاميره جحا هكذا يتفاوض معها في حكايه المعاهده وراو يكون مرسول للمدينه ويكون حامل رساله رساله السلم والسلام ايه 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 وعلاش لا شرفني كثير هذه المهمه وان شاء الله نوفق فيها لكن يا سيد الحاكم ما نقدرش نروح عند الاميره بيديا فارغين ولهذا التجار راهم مشاركين بواحد الهديه غاليه بزاف راح ناخذها معنا راكم مشكورين بزاف والمدينه ما تنساش فضلكم سيد الحاكم اسمح لي هاد الاميره متزوجه ولا لا وقيله وقيله اخرين يقولوا متزوجه واخرين يقولوا مطلقه بصح الشيء اللي متاكد منه راهي ايه في الجمال سيد الحاكم اسمح لي نقول لك وبراس ما ما يتحرك من هنا غير رجلي على رجله هذه الدنيا ما تدريش واش قادر يسرى وزيد الرجل راه مدي معاه الهدايا نعرفه أموال في بالهملة قادر يلقاها سبة ويقعد عام ولا عامين واش قلت يا جحا؟ خلاص يا جحا سجيوا روحكم للصفر وانت يا القاضي حرر الرسالة وغدوا نودعوكم مع الفجر نعرف نعلم ها واش الثاني يجب ان نمنعه من الوصول الى المملكه يبدو انه ذكي وبامكانه الغاء المعاهده اتهنى اتهنى يا مرسول ما تخممش خلاص راني حضرت له فخ ورخو اسمع العم وزعما تنجح الخطه لازم تنجح هكا نتهنى منه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يجيبها لهذاك الشر اللي فلسنا يلا نروح نحضروا لوحدنا هاي هذه ما هي فكره هذه زيد تبهدليني يا عجبه يا ربي قدام الناس انت ما تدريش مشقة السفر والتعب نتاعو قلت لك المرة هذه رجلي رجلك وزيد نفهمك انا ما بياش الملكة نعرفك راجل ومولا كلمة بصح ما نقدرش نصبر ونخاف عليك يا شحا كل ما تسافر تغيب بالعام وتخليني في حيرة المرة هذه رجلي رجلك يا خويا في المليحة والحيرة فهمت ايه كون جيت كيما انت يا جحا عندي اللي يحبني ويغامر معايا نشق البحور نقطع الجبال ونغامر في السحاري زيدني همك انت يا